أكيد مستغرب ليش طلبت إني أشوفك بسرعة معك. مو بس مستغرب يعني، الآن عليك. أنا كمان الآن وخايفة إني كنت تأخرت وما عاد أقدر ألحق شي. بفهم شي عادل، أنا ما عاد بدي أضيع وقت. اللي بدي أقول لك إياه إنه أنا بحبك كثير. أنا بحبك أكثر ما أنت بتحبني، وإنه المشاكل والشغلات اللي كنت عاملها معك وعزبك فيها هي مو بإيدي. أنا كثير كنت مظلومة، عم بتصير معي شغلات صعب على أي طفل إنها تتحملها. يمكن ما تقتنع بحكي وما تشوفه مبرر، بس هذا اللي صار. ليش ساكت؟ ما بدك تقول شيء. شو اللي خلاك تفكري انك تأخرتي؟ ما بعرف، مجرد احساس. تأخرت انا؟ كثير. بعرفها؟ لا ما بظن، لأنه هي زميلة لإلي كانت بجامعة. يعني أنت حبيتها ولا أنه لأنه لازم ترتبط، يعني ارتبطت فيها؟ لا بلشت حبها. الله يهنيكم. يعني كنت بتمنى اني اكمل هاللعبة للاخير، بس ما بقدر ازعلك. ما في حدا؟ يا الله هذا اللي كان رح يوقف. سلامتك. الله يقدرني ويسعدك على قد ما حسبتك. ما في حب بالعزاء. على فكرة لازم تلحق حالك، انت بتعرف عقلي جوز تاني بخرج، يا بتلحق نتجوز يا أمي لا تصرف. هيك فورة لعيونك. لعيون بدك تحكي؟ مع غالب، اليوم بدنا نكتب كتابنا. اوكي فكر بالموضوع. لا. بتوقعوا عم يسيب؟ ما بظن سيدي. شلون ما بظن؟ معقول يذكر كل هاي الاسماء قدام دحام ويحدوا فيها بدون ما يعرف حقيقة الموضوع؟ ممكن سيدي، يعني سامر ما له غبي لحتى يعطي سره. لا 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 لا، بتستدعي لي سامر وبتستدعي معه كل الاسماء اللي وردت. حاضر سيدي، على اذنك. لشوف شو اخذت معك يا سامر افندي. ابو نورس فيك شيء؟ لا يعني مرة لما بندهلها بتترك كل شيء من إيدك وبتجي فورا. حاضر. هي ما ينخرق من هون، ما عاد بدي اشوفها بنوم، جيب وحدة جديدة. يا احرقها يا خذها لستك. بس معلم أبو نورس بيحبها كثير. هي منعمل أبو نورس هلا، من يوم ورايح أنا اللي معلم هون. فهمان؟ ماشي. شو ماشي؟ بكون بشتغل عندك وأنا ما بعرف. عفوا ما قصدي. يعني مرة ما بتحكي كلمة بدون معلم. حاضر معلم. عيدها لشوف مشان ما تنساها. حاضر معلم. يلا روح انقلع، اعمل اللي قلت لك عليه. قوم شرف معنا يلا.
فهمني شو في؟ هلا بالفرع بتعرف كل شيء شرف. طب شرفوا تفضلوا ارتاحوا لو بدنا نرتاحوا لو بدنا نفضل يلا بسرعه يا شباب روقوا خلونا نتفاهم. ضغطوا عالي كثير لازم ناخذه على المشفى فورا. ما بينحل بس روح معك. لا تتأخري ها. بدك تفهمني انه ابوك تعرض لابتزاز؟ ها؟ طيب ليش دفع هيك مبلغ اذا ما كان في جرائم خايف منها؟ الوالد دفع المبلغ لانه خايف علي. انا ادعيت قدامه اني مهدد بالقتل. كذاب! لانه وائل اعترف بكل شيء. صدقني يا سياده العقيل، وائل عم يكذب. بده ينتقم مني باي طريقه لاني ما اعطيته كل المبلغ اللي طلبه. الو مين؟ رجب صادق إيهاب عبد الكريم ماشي سجله على ورقة وبعث لي إياها بس وينك؟ تقلب الدنيا عليه اليوم بدي إياه الله معك لا تحكي شيء رفقاتك رح يحكوا كل شيء. اهتم لي فيه منيح. قوم العك! قوم العك. حري قوم. قوم. خطير كتير يعني شو صاير معه؟ احتشاء أمامي واسع على فكرة أنا ما كان لازم جيبك تعبتك على الفاضي بس شو هالحكي؟ هاد أبي مثل ما له أمك هي. بس هو ما له مستفيد من وجودنا هون أبدا خلينا نروح نرتاح شوي بعدين نرجع سلم يا بنات.
هلا صار لك ساعة ساكت وعم تتصفن لي بهالحيط. لا تشبه لي جوازتنا بالسجن يا غالي. ولك أحلى سجن وحياتك أحلى سجن. أي موافقة بس بشرط أنا على طول السجانة وأنت السجين. موافق. من هلا رح بلش وحاطك أوامري. مري مري يا ستك. أول شي بدي أطلب منك تحبني حب معادي، وبعد ما نتجوز مطلوب منك إنك تحبني غير تماماً اللي كنت تحبني إياه قبل ما نتجوز. وبدي أطلب منك كمان. إيه شو بكي لك شو بكي شو صار لك ما عاد فات لسانك لحلقة؟ طولي بالك. صدقي شو أنا أحياناً بحس الوقت بيمرق بسرعة معك، بس هلا كل ما عم يقرب عرسنا بحس الزمن وقف. يلا حالي هانت وامشي حاجة تقر كأنه طولنا على الشباب. امشي بحبك. كأنك ما بتشبع وانت عم تقلي هالكلمة. بمل بعدين هون. افتح حريش قلبك شو بخيلة انت ما بتقوليها غير هيك يعني شلون يوم بالقطارة. حبك. علي صوتك كتر ما بسمع. حبك امشي. يلا يلا ضيف شو سريعة وين اختفي غالب. شو صار مع سامير؟ للأسف سيدي أنكر كل شيء. واجهته باعترافات الباقي؟ واجهنا وأنكر معرفته بأي حدا. هذا بده يورط أبوه وينقذ حاله. هيك الظاهر. زيد الضغط عليه واستدعي دحام فورا لأنه هو رأس الحيل. أمرك. كمل أوتك واتخذ إجراءاتك على السريع. حاضر سيدي. ألف الحمد لله. يعني فيني أملي أكسجين؟ إن شاء الله أمري تمام وعالي إن شاء الله من أكسجين إن شاء الله. شكرا. الحمد لله على السلامة. حبيبتي سمي بالله وفكني. روحتك على المشفى ما لها معنى. ضيفة فهمي علي إذا مات هالسافل هلأ بحياتي ما عاد تشوف بنتي. نورس قال لك إنه أبوه بالعناية المشددة يعني ما رح تقدري تشوفي، وعلى فرض إنك دخلتي بطريقة من الطرق ما رح يرد عليكي ورح يتظاهر بإنك تعبتي له أعصاب هيك ليجوا الممرضين والدكاترة ويقلعوكي. شو ما قلتي بدي أحاول؟ عندي طريق تاني. لا في اطلبي من نورس يحكي مع أبوه، هو بيفهم بنفسية أبوه أكثر مني. بلكي إذا أبوه شافني بهالحالة النفسية هي التعبانة وكان هو بساعة الموت رق قلبه علي وقال لي وين بنتي؟ إن شاء الله يا حبيبتي إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. تعيلي تعيلي كتير. إيه؟ ديري بالك على حالك منيح وحاولي تمسكي أعصابك منيح قدامه. ماشي. الله معك. أستاذ خلدون المهلة اللي أعطيتها إياها خلصت. لا لا ما بدي احبسها، المهم ترجع لي كل حقوقي. خلص تصرف انت قادرة. مع السلامة. ميس وين رايحة؟ خلص انتظبط. جسمي طاب بس روحي من جوا عم تنزف. غالب عاج تعبني وتعب حالك. انت هلق من جوا بتنزف بس انا صار لي زمان كثير عم انزف. كل الفتره الماضيه وانت عم تعب لي اعصابي وعم تهيني وعم تظلمني وانا عم اتحملك. عم اتحملك لأني بدك تضل جنبي. وأنت أنا ما عاد بدي منك شيء ولا بدي أظلمك مثل ما ظلمتني ولا بدي أدعس عليك مثل ما كنت داعس علي. بتمنى لك كل خير وأكيد في 100,000 مرة
بتتمنى تضيف رجلك. خلص غالي وحياة الله خلص. ساني ساني تستاهل أحسن مني. ما بدي ولا مرة بالدنيا، بدي انتي. إذا بتروحي مني بكون خسرت كل شيء، بكون انتهيت. لا تتركيني. انتي أحسن مرة بالدنيا. قدرنا نعيش مع بعض إلا الكم يوم، بس بوعدك نعوض لك الأيام. شو عم يحكي هاد؟ خلص ميالة، خلص ما في داعي نخبي. ما بدك تقلي وين ريهام؟ من عيوني، بس قوم إن شاء الله بالسلامة. أحجب لك إياها، كمان رح اجيب لها اخت. انا بترجعك بوس ايدك، الدنيا فيها حياه وموت. بوس ايدك اللي وين بنتي. لا تفاولي علي، اذا متت ما في مين يجيب لك بنتي. يعني ما بدك تقلي وينها؟ لا. ان شاء الله تموت. الله ياخذك. ميادة. ايه؟ ميادة. الله يلعنك. لك الله يلعنك. يا ربي دخيلك، شو عم يصير؟ شو عم يصير؟ إذا بتريدي وطي صوتك، نحن بمستشفى. كرمال الله، مشان الله اعملي شيء. لك رح يموت وما كان يقلي وينها. رح تعرفي وينها، سامر انلقط واكيد رح يعترف. لا تسألني ولا سؤال، تركي. ميادة، من قلك انه سامر انلقط؟ امبارح ماهر خبرني وما قلت لك مشان ما ازعجك. ميادة عم تحكي وكأنك متأكدي بأنه سامر بيعرف مين خطف لك بنتك. ايه مليون بالمية. طيب شو اللي خلاك تتأكدي من هالشيء؟ أخو الدكتور نورس، من يومين سمع سامر هو وأبوه عم يحكوا أنه حاطين ريهام عن شخص، بس ما عرف مين هو الشخص. طيب كيف علاقت نورس بأبوه؟ سيئة جدا، مو متفقين أبدا. قال لك أنه بعت لها رسالة عن أبوه؟ لا. طيب عندك شيء بدك تقولي لنا؟ الله يخليكم، أنا بس بدي بنتي. يا ست ميادة، تأكدي لأنه سامر ما راح يطلع من هون قبل ما يعترف بكل شيء. أول ما نوصل لأي معلومة رح نخبرك. شكرا كثير. طمني ولا يهمك. شكرا. الله معك، مع السلامة. شايف؟
شايف شو صعب الواحد يكون عنده حكي وما يقدر يحكي؟ أنا هيك قضيت عمري. اللي ما بيقبل حدا حده وبيدمر ولاده وبيكره الحب وبيكره حبهم هون آخرته، لأنه الله دخيل اسمه عادل يمهل ولا يهمل. شفت ولادي وكبرت، صبرت حالي بمحبتهم وعمري 14 سنة. كل يوم نفيق الصبح على قهرك وصراخك وندالاتك، وانا لملم اللي تكسره وتهدمه. اسكت لك اسكت اسكت اسكت، طاقة روحي اختلقت وانا ساكتة. ماني حابة بقى ابكي، انا شبعت بكي شبعت قهر، ما بدي اعيش القهر واحكي عني. خلص ما عاد بدي، ولا حابة احكي عن القهر اللي عشته. 35 سنة 35 سنة قهرب عن جد بل ما تبكي. بس أنا اليوم جاي أقلك إني رح جوم سوسن لمحن، ونورس بده ياخد مياده، ورح يجيب ولاد ويعبوا البيت الكبير اللي عشت فيه وحيدة. وانت رح تروح تاخد ظلمك معك، وما رح ينذكر اسمك بالبيت. وسامر سامر يا حشوشة روحي، الله يهديك الله يهديك يا سامر وترجع. لا تطلع فيني، ما بقدر اقول لك الله يسامحك، ما بقدر. سيدي امبارح انصاب بجلطة وهلا خبروني انه توفى. ماشي، بتابع التحقيق مسامر، ولا تخبروا انه ابوه توفى. سيدي شو رايك نضغط عليه نفسيا ونفهمه انه ابوه مات بالتحقيق؟ لا 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 لا، هذا اللعين اذا دري انه ابوه توفى بيعتبر انه كل اسراره ماتت معه، مشان هيك ما بيعترف بشي بعدين. مظبوط، معك حق. شوف شو الحق. حاضر سيدي. بقلبي وشو اللي صار، ما بخاف لو حكيت الجنة تقلب نار، شو بخاف احكي لك شي مرة عن عذابي، اشكي لك علي قهر شبابي، ما بخاف. مين؟
الله يرحمه ويعفي عنه. هاي صار له اسبوعين متوفي. لأمتى بدك تضلي هيك؟ الحياة ما رح توقف عنده. لو مات ماتي طبيعية ومستورة ما كنت زعلت كل هالقد. بس تطلع عليه كل هالقصص هو ابني. شي بحلو. يا أمي أنت بتعرفي إنه كان ضلالي وعنده مشاكل كتير. بعرف بس مو كل هالقد. لك والله والله شو ما عمل فينا ربنا إلي على قد ما طلع مني حقارة وجرى. حنان قومي البسي. لوين؟ بدي اخذك مشوار. لا يا امي خليكي مو جعانة بالي اطلع. لا بدك تطلع بدك تطلعي تحت المولد تجيك العين الحمراء وتركي شغلات لسه ما شفتيها. الله يرضى عليك. يلا يا بطة يلا يا قمرة. اللي بيشوفك عم تطلعي على الشمس هيك بيقول انك عشقاني. كل ما مضى يوم بدون فايدة عم بفقد الأمل برجعة ريهام على البيت مثل ما الشمس بتغيب. مشان هيك عم تتفرجي عليها؟ حاسة انه سامر ما بيعرف شي لهيك ما اعترف. لا تخلي اليأس يسيطر عليك. لا تنسي انه حكي مع أبوه عن ريهام. ما بعرف هيك نورة سؤال. أنا مصدقته وأنت كمان لازم تصدقي. يا رب مالي غيرك يا الله يا رب. سيدي ما تركنا طريقة إلا واستخدمناها للضغط عليه. يعني استخدمنا معه العنف، واجهناه مع شهود، أرهقناه بالتحقيق، ما في فايدة، ما كان يعترف بأي شيء. لا في طريقة. شو هي؟ أعطي لمروان التسجيلات اللي بصوت دحام، وخلي يركب بصوت دحام اعتراف بصوته إنه سامر هو اللي قتل روعة ورياض وديالة. حاضر سيدي. وخلي الشباب يفهموه بشكل غير مباشر انه ابو كان مريض وهلا طاب وبلشنا نستجمع. حاضر. صرف. نشوف شو اخر تمام. تفضل. شو جابك؟ نور عزيز بدي اسمعني. انت اسمعني. أنا ما تدخلت بهي القصة لأنه ميس هيك بدها، بس قلبي ورمان منك. أنا آخر شيء كنت متخيله إنه ميس تطلع هيك. هي بترجعها لبيت أهلها معززة مكرمة، مو بتتمقطع فيها. معك حق كل شيء عم تقوله. أنا بدي تساعدني. تساعدني شوفها، والله بحبها، بحبها. ولو إني بشك، بس هذا مو قراري. أنا حاولت شوفها، حاولت أحكي معها رقمها مسكر، حاولت أروح لعندكم ما لقيتها.
الله يخليك، بس بدي اشوفها بركي بتصدقني. خلص انا ما تغيرت. طيب وانا كيف بدي صدقك؟ شبك نازل فيني نوراس، انت اكثر واحد بتعرفني، ما بصير تحكي معي هيك. ايه بس انت غلطت، شكلك ما بدك تساعدني. الك لا، بس الا بدي ساعدها لاني بعرف قديش هي بتحبك. وينها؟ اذا عن جد بتحبها بتعرف توصلها. بحبها، الله وكيلك بحبها. وانت اذا بتحبها لاختك تقلي وينها؟ 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 تفضلي حليل، انا حكيت مع نوراس بموضوعنا، قال لي شو بتتفق انت وسوسن انا ما عندي مشكله. هلا مستحيل. وليش مستحيل؟ يعني هلا خلينا ضاربين بابا. يا حبيبي بعد الأربعين بنتزوج، بس انه هلا بس خطبه اهل مو اكثر. بعدين حتى نوراس ما رح ينطر 40 ابوه. هو الا إيه حسب ما فهمت انه ريهام ممكن تلتقى باي لحظه، بس التقت رح يتزوج مياده يمكن اسبوع بالكثير يكونوا متزوجين. ان شاء الله يا رب. لا تضيعي وقت بالأسئلة، يلا بسرعة. أوكي شوفي شو بده نوراس؟ ما بعرف، ما قال لي شي، بس أنا متفائلة متفائلة. نوراس لا تعطيني المعلومات بالتقسيط، قولها دفعة واحدة. شوفي حبيبي لا تتوتري، في شخص هلا بدنا نشوفه بجوز يعطينا معلومة مهمة عن ريهام. مين هالشخص؟ أنا ما بعرفه، تواصلت معه عن طريق صديق. ولا عاد تسألي ولا سؤال، ها؟ لاني ما رح جاوبك. امشي. ما بيسمع ولا كلمة، ها؟ شوفي يا الله. ولا حرف، اسكت. يا رب بتخيلها. بسم الله. بسم الله. اسألي ولا سؤال، ما راح أملك شيء. مرحبا سيادة العقيل. مرحبا. بالعافية. أهلا وسهلا، تفضل تفضل. في شيء معلومات عن بنتي؟ أكيد. سلام الله يرضى عليك، سلام. المهم بنتي بخير؟ زي ما اعترف بكل شيء، ولكن كان دي أعصابك. أدخل. تتذكري وعدك إلي؟ المهم أنت تتذكر وعدك. ريهام بنتي مثل ما هي بنتك. أنا عذبتك كتير معي. إيه؟ بتقدري تعوضيني. كيف؟ بدال ما نتجوز بكرة نتجوز اليوم.
على البحر زلع. شكرا يا حبيبي. على حلمتي. شكرا. انت معتبر حالك انسان؟ لنفترض انك معتبر حالك انسان، فانت انسان من العصر الحجري، عديم المشاعر، كذاب المشاعر، مدعي المشاعر. انت بتعرف ليش انا تركت الدنيا كلها واجيت لهون؟ عشان ما حدا يسالني شو اللي صاير بينك وبين جوزك، لاني شو ما حكيت ما حدا رح يسالني. شو ما قلت ما حدا رح يصدق، لأنه ما في حدا رح يصدق اللي أنت كنت تعمله فيه. هاي أول مرة بشوفك بتفهم. بتعرف ليش؟ لأنه ما عندك رد ولا على أي شيء، ولا على أي شيء ظلمتني فيه. ميس، أنا كنت عايش بكابوس وفقت منه. ما بعرف قديش خبصت معك، قديش غلطت بحقك، بس أنا بدي تسامحيني وبس. سامحتك، وأنا قلت لك من زمان إني مسامحك. ميس، أنا فقت ورحمة حنان فقت. أنت نور عيوني، أنت حبيبة قلبي. أنا ما بعرف شو صار لي حتى تصرفت. بدي نرجع أنا وياكي لبعض، بصير عنا 100 حنان، نعيش حياة حلوة وما ناقص عليك شيء. أرجوكي هيك ببساطة؟ لعبة؟ تعي تعي، روحي روحي. غالي، أنت واحد مجرم، مل حالك وروح. أنا اللي انكسر جواتي ما بقى يتصلح، عم تسمع؟ أعطيني فرصة أخيرة، فرصة أخيرة أثبت لك قديش أنا حكون منيح معك، فرصة أخيرة أرجوكي ميس. اللي عندي قلته. خلص الكلام. بحبك. ما بخاف انسى هالحقيقة ولو شي نهار، ما بخاف كون معك جري او ما انهار. شو بخاف؟ ارضى باللي انكتب لي بحياتي، اصرخ وما حدا يسمع آهاتي. ما بخاف. Ma preuve.